السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا مستمرين في سلسلة شروحات الأمور اللي تتعلق بالبحث العلمي بالنسبة لطلبة الماجستير أو الدكتوراه، أو حتى يعني اللي مكملين واللي يفكرون أنه يعني يستمرون في مجال البحث العلمي. شرحنا فيما سبق كيفية إيجاد الفكرة يعني للبدء بمجال البحث العلمي في المجالات المختلفة. يعني بعد ذلك شرحنا كيفية البدء في يعني في كتابة يعني الملخص او المقترح لهذه الفكره، كيفيه ايجاد المصادر المهمه لهذا الشيء، كيفيه يعني كتابه الاطاريح ورسائل الدكتوراه، الهيكل العام لهذه الدوكيومنتس او الوثائق. وايضا شرحنا كيفيه التسجيل في موقع الريسيرش جيت والاستفاده من مميزات الكثيره، كيفيه التسجيل في موقع جوجل سكولر، وكيفيه يعني الاستفاده ايضا يعني من المميزات الكثيره اللي يوفرها. اثناء الشروحات السابقه وردتنا كثير من الاسئله او الطلبات على انه نشرح عن ما يسمى باللاتك. لاتك اللي هو يعني هي لاتكس، هذا هو يعني عباره عن فد يعني ستاندرد لكتابه الوثائق العلميه بس بطريقه تشبه البرمجه. يعني هو لن تقوم فقط بكتابه يعني الامور يعني مجرد انه تفتح برنامج الوورد او تقوم بالكتابه به، هذا يعتبر هو مور بروفيشنال، اكثر احترافيه، لانه يسهل عمليه استيراد الصور، استيراد او كتابه الجداول، واهم شيء كيفيه كتابه المعادلات بشكل احترافي. على مود تقدر تعرف فد فكره عامه عن هذا الموضوع، مجرد انه تكتب لاتك في الجوجل راح يطلع لك هذا يعني النتيجه الاولى اللي هي laticproject.org. هذا هو مثل ما قاعد يقول بانه هو هاي كواليتي تايب سيستم، تايب سيتنج سيستم، يعني هو نظام طباعه عالي النوعيه يتضمن مواصفات لتصميم وانتاج يعني الوثائق التقنيه والعلميه. وطبعا هو يعتبر ستاندرد، دي فاكتو ستاندرد فور ذا كوميونيكيشن اند بوبليكيشن اوف ساينتفك دوكيومنت، يعتبر هو المقياس العالمي للاتصالات وال يعني انتاج الوثائق العلميه. اغلب الجامعات الامريكيه هنا انا شفتها يعني واغلب المؤسسات الاكاديميه او البحثيه تطلب من الطالب انه يقوم بكتابه البيبرات، الاوراق البحثيه سواء كانت الماجستير او الدكتوراه بصيغه اللاتك. طبعا هنا مثل ما ذكرنا يعني هو ستاندرد عالمي، وهو ايضا يعتبر من نوع الاوبن سورس لانه هو دائما يتوفر بصيغة مجانية، يعني تستطيع تنزيله في أي حاسوب سواء كان هو ماك أو لينكس أو ويندوز والبدء بالكتابة. طبعا أول مرة سمعت بهذا الموضوع كانت سنة 2009 عندما كنت في مرحلة الماجستير وقمت بكتابة ورقة بحثية مشتركة ما بين المشرفة يعني مالتي في العراق في جامعة البصرة، وكان هناك أيضا يعني مشرف آخر من جامعة أوهايو بأمريكا. فعندما قمت بكتابة يعني الدوكيومنت واللي هي كانت يعني بشكل طبيعي باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد، وقمت بإرسال هذا الدوكيومنت يعني كدرافت أو كمسودة للمشرف في أمريكا، بوقت هو طلب من عندي التكست دوكيومنت TEX، يعني الدوكيومنت أو الملف اللي امتداده .TEX الخاص بالبيبر. ولكن بوقتها أنا ما كنت أعرف هذا الشيء، دخلت على الجوجل بحثت عن هذا الشيء ووجدت في وقتها أنه الموضوع صعب جدا، لأنه يعني هذا الستاندرد يحتوي على الكثير من التفاصيل يعني المملة، هناك يعني المانيوال الخاص به يعني مئات الصفحات دوكيومنتيشن وغيرها. فشفت انه الموضوع صعب جدا، ففي وقتها اعتذرت من عنده وقلت له انه فقط انا راح اعطيك الوورد اللي عندي وانت اذا تريد تعمل بي اي شيء اخر براحتك، واتفقنا على هذا الشيء في وقتها. لانه حديثا يعني ايضا تلقيت فد نصيحه من احد يعني المشرف الخاص بي حاليا في الدكتوراه، واعطاني فد طريق ثاني، هو طريق مختصر ل يعني اتقان هذا البرنامج، لانه اذا اردنا ان نبدا بشكل طبيعي وهنا يعني من جيتنج ستارتد او جيتنج هيلب راح تلاحظ بانه الاوفيشال دوكيومنتيشن الخاصه به هي مئات الصفحات، وهناك الكثير من الصيغ التي تحتاج الى حفظها، الا انه احنا راح نتبع في الطريق مختصر. ولكن قبل ما نبدا بشرح هذه الامور خلينا بالبدايه نشوف انه منين نقدر نحصل هذا لاتك مثلا فري داونلود. نعم طبعا مجرد انه تكتب في الجوجل لاتك فري داونلود راح ينطيك الكثير من البرامج، لانه مثل ما ذكرنا يعني هو كستاندرد تدير هذا يعني اللاتيك بروجكت، بس كبرامج يعني ككومبايلر تستطيع من خلالها كتابة الدوكيومنتس وإنتاجها على صيغة التكست دوكيومنت أو البي دي اف أو غيرها. هناك الكثير من البرامج المجانية متوفرة أونلاين، أنا شخصيا أنصح بهذا البرنامج اللي هو اسمه تكست ميكر. إذا كنت تريد يعني تستخدم الجوجل وتبحث عن هذه البرامج وتختار أي واحد منهن يعني انستال لاتكس فور فري وغيرها، هذا شيء تابع لكم طبعا، لأنه أنا اللي أنصح به أنه تستخدم التكست ميكر اللي هو أيضا مجاني تكست ميكر داونلود. مجرد انه تجي تدخل على هذا التكست ميكر، طبعا هو قايل لك فري كروس بلاتفورم لاتك اديتر، هذا الموقع الرسمي الخاص به. طبعا موضح لك هو انه بالبدايه اذا كنت تريد ان تعمل داونلود هو كله فري داونلود،
إذا كنت في نظام ويندوز أو الماك أو إس أو اللينكس أيضا تختار هنا الباكج. بالنسبة للويندوز أيضا تشوف أنه هل هو 64، طبعا ويندوز 7 8 10 نسخة 64 يعني هو هذا المتوفر حاليا. هنا أما تريده هو جاهز للتنصيب أو تريده هو عبارة عن USB باكج، يعني تقوم بوضعه في الـ USB وتستخدمه مباشرة من هناك. وهنا يعني مجرد أنه تقوم بالنقر عليه راح ينزل عندك على شكل ملف مضغوط، تقوم بفتح الضغط ويعني الانستال طبيعي next 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 إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة للماك. أما بالنسبة لللينكس فالأمر يختلف قليلا، يعني مثلا بالنسبة للأوبونتو 18 أو 17 أو 9 أو أي واحد من الاثنين، نفترض أنه أنت عندك الأوبونتو 17.10 اللي هو أيضا 64 بت، هنا راح ينزل عندك فد ملف مضغوط اللي هو يعني ZIP أو DEB كيب. وهنا أيضا يعني مجرد أنه أما أنه يرقر عليه مباشرة وتقوم بالتنصيب أو أنه تتبع التعليمات المذكورة هنا. هو طبعا عادة يعطيك التعليمات اللي يعني تتبعها لتنصيب هذا البرنامج، فمجرد أنه تقوم باتباع التعليمات الموجودة في الموقع next 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 إلى آخره. عادة هو بالنسبة للينكس هي ما تكون next وإنما تكون يعني استخدام سطر الأوامر لكتابة مجموعة من الإعازات واللي من خلالها تستطيع تنصيب هذا البرنامج. بعد أنه تكمل يعني يكتمل التنصيب عندك مثل ما هنا أنا واضح أنه مجرد أنه نزل عندي هذا الدوكيومنت اللي سوينا على داونلود ونقرت عليه ظهرت عندي هاي الصفحة اللي هي من خلالها مجرد أنه أقوم على أنقر على next أو install راح يقوم بتنصيب هذا البرنامج في داخل لينكس أوبونتو. وأيضا يعني العملية سهلة جدا مثل ما ذكرنا. بعد ما يكتمل التنصيب عندك راح يفترض أنه يظهر عندك هذا البرنامج اللي هو يعني في لينكس راح يكون موجود هنا مثلا، أو تستطيع الوصول له هنا مثلا مجرد أنه تكتب لتكس ميكر يظهر عندك هذا البرنامج، ومجرد أنه تقوم بفتحه بعد ذلك تستطيع تثبيته في هنا السطر الجانبي. anyway هذا هو الواجهة الرئيسية للبرنامج اللي راح نبدأ بالحديث عنه إن شاء الله في الفيديو القادم. تلاحظ أنه أيضا يعني هناك الكثير من القوائم أو يعني شريط القوائم بعد وهذه الأدوات السريعة اللي تستطيع الوصول إليها. هذا مثل ما ذكرت يعني أنا استخدمه تقريبا قبل سنتين وشفت أنه هو يعني من أسهل وأفضل البرامج اللي مستخدمة في هذا المجال. فإلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنه الكل يعني يقوم بتنزيل هذا البرنامج وتنصيبه، وإذا كان هناك أي مشكلة في التنزيل والتنصيب يعني ممكن تتركوها في يعني تعليقات لهذا الفيديو وإن شاء الله نحاول نجاوب عليها. في الفيديو القادم إن شاء الله راح نبدأ نشرح على كيفية البدء في استخدام هذا البرنامج وكتابة الدوكيومنتس أو البيبرات العلمية باستخدام التكست دوكيومنت. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا، مع السلامة.